في سنة 1867 في مدينة وارسو في بولندا اتولدت ماري سكودوفسكا كوري. ماري كوري هي واحدة تقدروا تقولوا عليها فلتة من فلتات الزمن، هي أول امرأة تحصل على جائزة نوبل على الإطلاق، وهي الوحيدة اللي حصلت على جائزة نوبل في حاجتين مختلفتين، حصلت على جائزة نوبل في الفيزياء وحصلت بعد كده على جائزة نوبل في الكيمياء. ماري كوري هي تعتبر واحدة من نوابغ العلم في التاريخ كله. ماري كوري سابت اسمها في التاريخ، ومرت عشرات السنين وعشرات السنين وجي علماء ورحلوا علماء الى ان جاءت سيدة الانجليز والامريكان هم اللي لقبوها بماري كوري الشرق او ميس كوري الشرق. المرأة دي هي الدكتورة وعالمة الذرة المصرية سميرة موسى. السلام عليكم، معكم اخوكم محمد عاصم، اهلا وسهلا بكم في القناة. النهاردة بتكلم على فيديو هو اول فيديو في سلسلة شخصيات مصرية مؤثرة، واول شخصية اتكلم عليها النهاردة هي العالمة والدكتورة سميرة موسى. والحقيقة اخترت اول فيديو يكون للدكتورة سميرة موسى او عن الدكتورة سميرة موسى بالاخص لاكتر من سبب. السبب الاولاني انه مش جديد علينا ان المرأة المصرية تكون عالمة وتكون عبقرية على مر التاريخ. عندنا من اكتر من 4000 سنة كانت المرأة المصرية بتفهم في علوم الطب، وأبسطها شوفوا الفيديو اللي أنا كنت عملته عن القديسة فيرينا وتأثيرها في حضارة سويسرا وألمانيا وإقامتهم لعمل تماثيل ليها كان قد إيه. السبب الثاني إن الدكتورة سميرة موسى هي مش مجرد مصرية بس، ده من حق كل امرأة مصرية وكل امرأة عربية كمان إن هي تفتخر إن كان في واحدة بتمثل مصر وبتمثل العرب زي الدكتورة سميرة موسى. السبب الثالث إن الدكتورة سميرة موسى ما ماتتش بس شهيدة العلم، لكنها ماتت شهيدة العلم والوطن، وفوقيهم ماتت شهيدة قدام ربنا. الدكتورة سميرة موسى اتولدت سنة 1917 يوم 3 مارس في قرية سيمبو في مركز زفتة في محافظة الغربية. الدكتورة سميرة موسى كانت طفلة وكان أبوها كان من الأعيان في البلد وكان مقتدر ماديا، وابتدت تدخل وتتعلم القرآن في الكتاب، وبعد كده لما دخلت المدرسة الابتدائية كملت تعليمها. أبوها أخدها في القاهرة، وأبوها لأنه كان مقتدر ماديا أخد واشترى وعمل فندق في منطقة سيدنا الحسين هناك، والدكتورة سميرة موسى التحقت في مدرسة قصر الشوق الابتدائية. وكان مش غريب ان هي تكون الاولى دايما والمتفوقة علميا، وكانت برعة جدا وكانت بتلفت كل انظار المدرسين والطلبة، لدرجة ان كل وزارة التعليم التربية والتعليم في الوقت ده كانت تعرف مين الطالبة سميرة موسى. بعد كده دخلت سميرة موسى في المدرسة الثانوية. لما دخلت المدرسة الثانوية دخلت مدرسة بنات الأشراف، بس المدرسة دي ما كانتش أي مدرسة. ليه؟ لأن كانت المديرة بتاعتها والنظرة كانت الناشطة والمثقفة والأديبة نبوية موسى، ونبوية موسى دي أحد العلامات في تاريخ مصر كلها من الناشطة السياسية والنسائية والمفكرة والأديبة، وهي كانت أول نظرة في التاريخ مصر إن هي تمسك نظرة مدرسة، النظرة أو الدكتورة أو الأستاذة نبوية موسى. ونرجع تاني لسميرة موسى. سميرة موسى كان مش غريب عليها لأنها نبغة ومتفوقة جدا إن هي تخيلوا أعادة صياغة كتاب الجبر الحكومي اللي موجود في المدرسة، وطبعت الكتاب وعادت صياغته على حساب والدها ووزعته على زميلتها في المدرسة. انتوا شوفوا يعني من وهي لسه طالبة في أولى ثانوي وبتعيد صياغة كتاب الجبر من جديد. ده مش كده وبس، لأن كان ساعتها في الوقت ده أنا بتكلمكم في حوالي سنة 1933 كانت المرأة المصرية شوفوا كان تعليمها إزاي. المرأة المصرية أول مدرسة اتعملت سنة 1925 للفتيات، كانت المرأة المصرية بتعلم وبتدرس الحاجات دي. لا مش كده وبس، ده كان في كل مدرسة في معامل للكيمياء وللفيزياء وللطبيعة موجودة جوه كل مدرسة بالشكل دوت. فلأن وزارة التربية والتعليم
كانت بتدي منح وبتهتم بالمدرسة اللي بيطلع منها الطالب الأول المتفوق. النظرة نبوية موسى سمعت إن سميرة عايزة تتنقل من المدرسة، فنبوية موسى اضطرت إن هي تعمل معمل كويس جدا علشان سميرة موسى، وبالتالي طبعا سميرة موسى حصلت الأولى على الجمهورية في التعليم في التوجيهية سنة 1935. ولما حصلت على أعلى مجموع كانت ممكن ببساطة إنها تدخل كلية الهندسة. كل البنات في الوقت دوت كانوا بيدخلوا كلية الآداب، إلا إن الدكتورة سميرة موسى فضلت إن هي تدخل كلية العلوم لحبها في العلوم، ودخلت الدكتورة سميرة موسى. ومن الحظ إن كان الأستاذ وعميد كلية العلوم في الوقت دوت أينشتاين العرب بجد فعلا وفخر مصر وفخر العرب، الدكتور مصطفى مشرفة. وما أدراك ما الدكتور مصطفى مشرفة؟ حاجة كده يتعمل عليها فيديوهات كتيرة جدا. طبعا لما كانت بتدرس في الكلية الدكتور مصطفى مشرفة كان مهتم جدا وشايف إن هي إنسانة عبقرية بمعنى الكلمة، ومن الطبيعي جدا إن الدكتورة سميرة موسى حصلت الأولى على الدفعة وتخرجت، وكانت لازم تتعين معيدة في الجامعة، إلا إن في الوقت ده ما كانش ينفع حاجة اسمها واحدة تبقى معيدة في الجامعة، والدكاترة رفضوا، إلا إن الدكتور مصطفى مشرفة دافع عنها دفاع مستميت وقال حرفيا إن هي لو ما تعينتش معيدة في الكلية وتاخد حقها هيستقيل كعميد من كلية العلوم ويسيب الجامعة تماما، وبالتالي مجلس الوزراء انعقد في الوقت دوت وتم تعيينها كمعيدة في كلية العلوم. والدكتورة سميرة موسى حصلت بعدها على طول على الماجستير في موضوع التواصل الحراري، وموضوع التواصل الحراري دوت موضوع كده معقد شوية خاص بالأشعة السينية وبالطاقة. والدكتورة سميرة موسى لما حصلت على الماجستير طلعت في بعثة لإنجلترا لمدتها 3 سنين علشان في الثلاث سنين دي تحصل على الدكتوراه، إلا إن الدكتورة سميرة موسى واحدة لأنها فعلا كانت عبقرية هناك في إنجلترا خلصت شهادة الدكتوراه بتاعتها في سنة خمس شهور، والباقي عملت ايه؟ فضلت تشتغل ابحاث في المعامل هناك وعايزة تتوصل لحاجة، وعملت مجموعة من المعادلات العلمية اللي في الوقت ده ما لقاش قبول من العلماء هناك. كانت معادلاتها العلمية دي كانت ايه؟ ان هي بالتواصل الحراري تقدر ان هي تستخدم مواد رخيصة التمن وبسيطة في تصنيعها كقنبلة ذرية من موضوع التواصل الحراري زي النحاس مثلا، وده كان بالنسبة للعلماء في الفترة ده شيء في منتهى الغرابة، إلا إن الدكتورة سميرة موسى كانت على ثقة تماما كل الأبحاث العلمية اللي هي بتعملها. لأن الدكتورة سميرة موسى عندها الوطنية المصرية، ولأن هي كانت عصرت وقت هيروشيما وناجازاكي والقنابل الذرية اللي أبادت الشعب الياباني على يد الأمريكان، الدكتورة سميرة موسى لحبها وعشقها في مصر وعندها القومية العربية قالت حاجة مهمة جدا، قالت لا يمكن تحقيق السلام إلا إذا امتلكت الدول قوة تأهلها إن هي تبقى قوية وواقفة على أرض الثابتة وتقدر تتكلم عن السلام من منطلق القوة. وبالتالي كان حلم الدكتورة سميرة موسى ان في مصر تقدر تصنع القنبلة الذرية. ولما حصل العدوان على فلسطين ودولة الاحتلال الصهيوني اسرائيل اتكونت سنة 1948، عملت الدكتورة سميرة موسى انشأت وكالة الطاقة الذرية في مصر، بل ان هي شجعت ان ناس كتيرة من مصر يطلعوا ويدرسوا الطاقة والذرة للخارج برة، وده كان عامل قلق ووش كبير جدا جدا لإسرائيل وللغرب، ان هم ابتدوا يدركوا ان في واحدة اسمها سميرة موسى عبارة عن قنبلة ذرية موقوتة ممكن تنفجر امامهم. انتهت حرب 48 باحتلال الصهاينة لحوالي 78% من ارض فلسطين واقامة دولة الكيان الصهيوني عليها. وأول مرة سافرت فيها الدكتورة سميرة موسى لأمريكا سافرت هناك لجامعة أوكريدج عشان تعمل مجموعة من الأبحاث العلمية والنووية، ودي كانت أول مرة تروح فيها أمريكا، إلا أن لما راحت أمريكا الدكتورة سميرة موسى الله يرحمها ما انبهرتش نهائي بأمريكا، وبعتت لأبوها جواب بتقوله أن الأمريكان ده شعب ما عندوش العادات والتقاليد بتاعتنا، دم عبارة عن مجموعة من المهاجرين المختلفين وما في عندهمش مبادئ ولا قواعد، وكل واحد بيعمل اللي هو عاوزه من تصرفاته كأنه ما بيكسفش من أي حد خالص. ورجعت تاني الدكتورة سميرة موسى.
لحظة واحدة بقى هنا هوت ونقف وقفة. كان في ممثلة معروفة جدا زمان من الممثلات القديمة كان اسمها رأية إبراهيم، هي اسمها الحقيقي راشيل إبراهام ليفي. رأية إبراهيم ديانة اليهودية مصرية الجنسية في الوقت دوت، وهي كانت صديقة مقربة للدكتورة سميرة موسى، وكانوا بيخرجوا كل حاجة مع بعض. إلا إن في مرة من المرات بعد تعاون رأية إبراهيم طبعا وولائها للموساد الإسرائيلي ولدولة الكيان الصهيوني، قدرت إن هي في مرة تاخد مفاتيح الدكتورة سميرة موسى وتطبعها على صابونة وسلمتها لمسؤول الموساد هنا في مصر. وفي مرة كانت الدكتورة سميرة موسى خرجت مع رأية إبراهيم، راحوا تعشوا مع بعض في الأوبرج، وكان الموساد في الوقت دوت عمل نسخة طبق الأصل من مفتاح بيتها، بيت سميرة موسى، ودخلوا البيت وقدروا إن هم يصوروا كل الأبحاث بتاعتها وصوروا المعمل بتاعها وكل حاجة عرفوها. لكن الموضوع ده ما استمرش كتير، بمعنى إن العلاقة بين سميرة موسى ورأية إبراهيم انتهت بعد خناقة الرب السماء قامت ما بينهم، لأن رأية إبراهيم أو راشيل طلبت، عملت نفسها وساطة بين سميرة وبين أمريكا، وطلبت من سميرة إن هي تسيبها من مصر وتعالي وهنديك الجنسية في أمريكا وتدي كل أبحاثك وهنعملك عالمة ونديك جايزة نوبل وي 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 وي. إلا إن سميرة موسى لأنها فعلا كانت وطنية الأصل، وطنية حتى النخاع، ومبدأ مصر والقومية العربية فعلا في الوقت ده كان مترسخ فيها جدا، رفضت واتخانقت معاها خناقة كبيرة وطردت راشيل بره البيت. إلا إن راشيل ديت أو رأي إبراهيم قالت لها كلمة قبل ما تمشي من بيتها، قالت لها هتدفعي الثمن غالي قوي. وفي سنة 1952 بعتوا لها تاني علشان تروح في أمريكا وتعمل مجموعة من الأبحاث في كاليفورنيا، وهناك قعدت هناك وعملت مجموعة من الأبحاث، وكانت بتبعت جوابات وبتقول لما أرجع مصر إن أنا قدرت إن أنا حعمل مجموعة أشياء هتوصل مصر لحاجات عظيمة جدا. إلا إن الأمريكان واليهود ما سابوهاش في حالها تماما، وجات لها دعوة في ضواحي كاليفورنيا إن هي تعمل مجموعة من الأبحاث وتطلع على معامل نووية. فجات لها العربية بالسواق وفي واحد هندي كان معاها، وهي ماشية على حافة الجبل وفجأة دخلت عربية نقل شالت العربية تماما، ونزلت العربية اللي فيها الدكتورة سميرة موسى في أعمق وادي موجود في كاليفورنيا. الله يرحمها، ماتت شهيدة مصر وشهيدة الوطن وشهيدة العلم وشهيدة قدام ربنا، وكل أصابع الاتهام بتشير للموساد الإسرائيلي في اغتيال الدكتورة سميرة موسى، الله يرحمها. قبل ما أطلب منكم تدوسوا لايك على الفيديو، من فضلكم فعلا تقروا الفتحة عليها على الدكتورة سميرة موسى وتدعوا لها بالرحمة، لأن هي عبارة عن رمز للرفعة، رمز للعلم وقامة العلم، رمز للوطنية ومثال يحتذى به. مشكلتنا إحنا مصريين او كعرب في الوقت الحالي فين القراءة؟ ده اول كلمة ربنا عز وجل قالها في القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام، اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ. هي القراية، هو العلم، هو مفتاحنا وهو نجاحنا. العلوم هي التحضر يا جماعة، القراية، الادب، الفلسفة، العلم، التاريخ، كل الحاجات دي هي الاساس لنهضتنا. أتمنى يا رب إن المعلومات البسيطة دي تكون عجبتكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك على الفيديو، لو مش مشترك في القناة ما تنساش تدوس سبسكرايب أو اشتراك في القناة، واشوفكم على خير. سلام عليكم.